تحت شعار معا من أجل رفاه الجميع، احتفت جامعة محمد الخامس بالرباط باليوم العالمي للرفاه. هذا الاحتفال شهد مشاركة كافة فعاليات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين، إضافة إلى العديد من الأشخاص الذين رغبوا في الاستفادة من أنشطة هذا اليوم. حقا هذا اليوم غيكون هي أول محاولة، ويكون إن شاء الله سنويا الاحتفال بهذا اليوم اللي هو مهم، والدليل على ذلك المشاركة ديال الكل، والحمد لله سواء المدرجات سواء المرافق والمنتزهات جد مملوءة، وهذا الشيء تخلينا مرتاحين على نمشيو إن شاء الله القدام ونزيدوا الحق والمزيد، وشكرا. هذا اليوم شكل فرصة ممتازة للجميع للمشاركة وأخذ قسط من الاستراحة للانخراط في التفكير والتركيز على القيم الأساسية للحياة والرفع من التحفيز والإبداع والتنظيم والحد من الآثار السلبية مثل التوتر. النصيحة التي يمكن أن أقدمها هي أن نعيد النظر في ترتيب أولوياتنا، العائلة والأصدقاء والصحة البدنية والروحية. الحياة فرصة لا تعوض بالرغم من صعوبتها أحيانا، عليك أن تعود لنفسك لتدرك أن الحياة رائعة. هذا الحفل تخللته مجموعة من الفقرات والأنشطة الفنية والغنائية وورشات في الهواء الطلق تتعلق بأنشطة التأمل، إضافة إلى محاضرة تعنى بموضوع الرفاه والعيش الجيد من تأطير خبراء ومختصين بارزين على الصعيد الدولي.